قضايا عالقة وأخرى تنتظر التنقل إلى محاكم ولايات أخرى لاستئنافها ومتابعتها. وبحسب إحصائيات قام بها محامون من ولاية سيدي بوزيد، فإن حوالي 70% من القضايا منشورة بهذه المحاكم بعد أن استوفت الطور الابتدائي بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد. منذ مدة طويلة وإحنا نقوم بالإحصائيات هذه، وتوصلنا إلى أنه أكثر من 70% يعني من مجموع القضايا اللي موجودة في قفصة، يعني اللي تهم ثلاثة ولايات سيدي بوزيد وقفصة والطوزر، يعني أكثر من 70% هي قضايا جاية من سيدي بوزيد، يعني في مختلف الاختصاصات، يعني في النحو المدني في الجزائي وفي غيره. يعني كي ناخذوا مسألة العدد السكان، ويعني سيدي بوزيد أحق من الولايات هذوما ثلاثة باش تكون ثم محكمة الاستئناف في جهة. سير القضايا المنشورة في الاستئناف، يعني التنقل اللي ينجم مواطن معناها يسكن مثلا في آخر المزونة وعنده قضية جنائية تبدأ 9 متاع الصباح في قفصة، يستحيل تقريبا أنه يوصل لها. واحد عنده خطية 100 دينار من أولاد حفوز يتحول استئنافين لسيدي بوزيد، معناه يخسر 200 القفصة، يخسر 200 دينار باش يخلص خطية 100 دينار. المحامون في ولاية سيدي بوزيد تجمعوا أمام المحكمة الابتدائية بالجهة رفضا لهذا الوضع وللمطالبة ببعث محكمة استئناف بالجهة. التحرك الاحتجاجي هذا المطلب الأساسي فيه هو إنشاء محكمة استئناف في سيدي بوزيد، أنه 70% من القضايا الاستئنافية هي من سيدي بوزيد، و 30% تتوزع ما بين قفصة وتوزر. هذا نقطة أولى. النقطة الثانية أنه عدد المحامين في سيدي بوزيد تقريبا أكبر من عدد المحامين قفصة وتوزر مع بعض. النقطة الثالثة أنه سيدي بوزيد الدائرة الابتدائية تحمل أكبر من الدوائر في تونس، وفيها تقريبا 5 محاكم نواحي اللي هي موجودة تقريبا كافية في تونس العاصمة وسيدي بوزيد. أصبحت الآن ضرورة حتمية أنه يقع إنشاء محكمة استئناف في سيدي بوزيد، لأن كم القضايا مهول ومهول جدا. ما راعنا إلا أنه تقع الموافقة على محكمة استئناف في القصرين. هذا التحرك الاحتجاجي يأتي أيضا بعد مطالب عديدة رفعت سابقا إلى وزارة الإشراف، مطالب بقيت عالقة خاصة بعد حرق مقر المحكمة الابتدائية سابقا في أكتوبر 2011. في الثورة كنا عاقدين العزم أنه باش يقع التوجه محامي سيدي بوزيد إلى المحكمة هذه، وعلى أساس أنه باش تكون هي محكمة الاستئناف. من سوء الحظ أنه المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد وقع حرقها، الشيء اللي خلى المحكمة الجديدة دي ترجع محكمة ابتدائية. لكن انتظرنا أنه السلطات المعنية بمطالبنا بوقفاتنا الاحتجاجية أنه يقع إنشاء محكمة استئناف بسيدي بوزيد. وقفة احتجاجية أولى وقد تأخذ شكلا آخر كتصعيد، سيما وأن هذا التحرك تسانده عديد مكونات المجتمع المدني بسيدي بوزيد، والوضع لا يمكن السكوت عنه.